Hi, what's up, Cairo? بحب الأكل جدا. الإيطالي. عندنا قطة صغيرة كراميل. الأحمر. بعمل مديتيشن. بحب العربيات العالية الكبيرة. وطبعا مين مش مجنون؟ مش هقول لك. مش هقول لك. لا خلاص انا اتجوزت بقى. يعني لو كنت سيلبرتي جورج كلون. عندي كذا رول موديل يعني في التمثيل في البرفورمانس. هقول لك انتوني هوبكنز، هقول لك روبرت دينيرو، دانيال دي لويس. في الحياه الاجتماعيه والشاريتي وكده اودري هيبرن، انجلينا جولي، وفي ميري ستريب طبعا. في كتير. تانجو. بسمع مزيكا معينه، بعمل بلاي ليست لكل دور صعب لان بشوف ان المزيكا بتهيئني لشخصيات صعبه، وبكتب حاجات كتير قوي عن تاريخ الشخصيه، بحاول اشوفها اشوفني حتى ساعات وانا نايمه بصحى شايفاني في حاجه معينه، شايفه الشخصيه دي بحاجه معينه بلازمه معينه بتكمل معايا، بس غالبا بتبقى حاجات بلاقيها كده اكسيدنتلي. لا في كتير، في الميمز كلها بتاعت عايزه ورد يا ابراهيم، فكل ما بيبقى في حاجه جديده كده بيطلعوا ونزلوا صورتي، صوره يسريه في فيلم احلى الاوقات وهي بتقول عايزه ورد يا ابراهيم. ممكن بقى تبقى اي حاجه، عايزه اروح ساحل يا ابراهيم، عايزه يعني عايزه اتفسح في مارينا يا ابراهيم. لا حاجات كتير الصراحه، لا يعني مفيش كده الجنتله، يعني the gentleman attitude انه يفتح الباب ويستناها تطلع هي الاول العربيه وبعد كده الحاجات بتاعت زمن الفن الجميل دي مبقتش موجوده. Thank you, what's up, Cairo?